ايه رأيك بقى في السمك التحفة ده؟ ولا شوية الرز بتاع المحلات دول؟ تعالي بقى اضغطي لايك واشتراك في القناة ودوسي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعالي يلا بقى نشوف تكات السمك والرز بتاع المحلات، ونعمل مع بعض احلى شوية سمك وشوية رز مع بعض. تعالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير دايما. حبايبي النهاردة بقى انا هعمل معاكم سمك. انا هقلي السمك، مش هحطه في الفرن. انا جبت السمك ما شاء الله نضفته وبقى معايا بالطريقة دي جميل خالص، وصفيته. انا مسكت السمك كله قطعته بالطريقة دي عشان التتبيلة تدخل كده في قلب السمكة وتبقى جميلة طعمها. اللحم بتاع السمك بيبقى مطعم من التتبيلة بتاعتك زي الفل، بس خليت واحدة عشان اقطعها معاكم. اما كله ده انا مقطعه ومتنضف وزي الفل زي ما انتوا شايفين. هنبتدي بقى نقول بسم الله ونشوف التتبيلة بتاعت السمك معاها تكون ايه. هنقول بسم الله. دي معلقتين هريسة من اللي انا كنت عاملاها معاكم، دول شبت وكزبرة، ده جزرية مبشورة، راس تومة كبيرة وقرن فلفل حامي، وده ليمون. انا بقطع الليمون كده عشان السمك بيحتاج ليمون كتير، ما اقعدش كل شوية اجيب ليمونة واقطعها، فانا بقطع ليمون بالشكل ده، واللي انا احتاجه اخد نص بنص للي انا عايزة احط فيه ليمون. معايا هنا البهارات بتاعتي، معلقة جنزبيل، وياريت يكون الجنزبيل يا حبايبي يكون فريش، انا ما عنديش فريش فحطيت اللي هو المطحون عادي، عندك ده حطي عندك ده حطي. معلقة كزبرة، معلقة كمون، معلقة السبع بهارات، فلفل اسود، ملح، بس كده يا حبايبي. هجيب بقى الكبة اهي، وكل الحاجات دي على قلب بعضها في الكبة كده. هحط كل المكونات في الكبة واضربها ونرجع نحشي السمك. هاي يا حبايبي انا عملت ضربت كل التتبيلة معايا كده في الخلاط، ريحتها تحفة والله العظيم يا جماعة، ريحتها تحفة والمنظر تحفة. هنبتدي بقى هنجيب السمكة اهي ونحشي بيها الخلطة كده التتبيلة بالطريقة دي، وتحطي في قلبها كده مكان ما قطعتي كده الناحية التانية بالطريقة دي اهي. انا حطيت في التتبيلة دي وانا بفرمها 3 ليمونات، عصرت عليها 3 ليمونات، يعني كده السمك بتاعي هيبقى واخد بقى الليمون، مش محتاج بقى ان انا اعصر عليه ولا اي حاجة تاني. انا معايا هنا كده السمكة بقت جاهزة واسيبها. انا قطعت السمك ده بقى ازاي؟ انا قطعت السمك بمسك السمكة دي كده والسكينة كده اهو، الكبيرة بعملها بقطعها 2، اما الصغيرة بقطعها واحدة بس اهي. من الجنب التاني نفس النظام كده كده، وامسك السمكة واحشيها كده بالتتبيلة الجميلة دي، تحفة والله العظيم تحفة. تاكلي السمكة كده يعني بصراحة بتبقى جميلة جدا، مش يعني قلي سمك وخلاص ان انا اعمله اي كلام، لا ده انا لازم اظبط الحاجة اللي معايا كده عشان اللي ياكل يقولك بجد تسلم ايدك. هخلص بقى يا حبايبي كل السمك اللي معايا بنفس الطريقة، ونيجي بقى على البوتاجاز
نقلي. بصوا وانا حاشيه السمك ما شاء الله، حاشيه السمك كتير كده عشان التتبيله دي تتاكل، بتبقى تحفه يا جماعه. ودي طبعا بتطعم لك اللحمه بتاعت السمكه، تاكليها كده بألف هنا وشفا. كل اللي ياكل من ايدك حبه سمك يقول لك بجد تسلم ايدك. التتبيله اللي انا قلت لكم عليها، الكمون والجنزبيل والحاجات دي، بتخلي السمك تحفه اهو. وارص كده، هخلص بقى كل الكميه اللي معايا بنفس الطريقه، وارجع بقى ايه نروح على البوتاجاز نقلي السمك مع بعض. اهو انا جيت على البوتاجاز، جبت الطاسه وحطيت فيها الزيت، وجبت الدقيق. انا حطيت معلقه نشا على الدقيق وبهرت الدقيق، يعني حطيت له من البهارات اللي كانت معايا حبه بهارات كده، وتقلبي الدقيق كويس جدا. ده الدقيق معايا هنا صينيه وفيها ميه زي ما انتم شايفين. هعمل فيها ايه الميه دي؟ ثانيه واحده بس وهتشوفوا. انا جبت السمكه، جبت السمكه كده وحطيتها في الدقيق، وتدوسي عليها كده اهي. انا جبت التانية وعملتها بنفس الطريقة. انا الزيت كده خلاص سخن معايا، هنفض السمكة كده بالراحة، هتبقى معايا بالطريقة دي، وهعمل كده اهو في ثانية كده، وانزل واصفي كده السمكة معايا. اهم حاجة التركة دي، هيطلع معاكي مقرمش وجميل جدا. واحط في الزيت الثانية وانزل على الميه اهي اهي. وتنزلي بالزيت اهي. حبيب شكر اهي حبيبي، نزلتها بالزيت. معلش بس اعذروني عشان انا بصور بايد، شغاله بايد. حبه الميه دول مش قادره اقول لكم، مش هت الزيت هيفضل معاكي اصفر زي ما هو، مفيش دخان عندك في الشقه ولا اي حاجه، هيبقى زي الفل. والسمكه معاكي هتبقى مقرمشه وزي الفل زي بتاعه المحلات. هعمل بقى كل السمك بالطريقه دي وبعدين هوريهولكم. انا دلوقتي لسه لما اجي اقلب السمكه هوريها لكم هتبقى عامله ازاي. اهو يا حبايبي انا كده طلعت واحده ما شاء الله، بصوا لونها عامل ازاي. ده كمان عشان بس الاضاءه. الثانيه خلاص كده انا هطلعها، بصوا عامله ازاي. هعمل كل السمك اللي معايا بنفس الطريقه، وهرجع هوريه لكم. تعالوا نعمل مقاهي مع بعض الرز بتاع السمك. انا لسه هنا بقلي السمك، لسه بقلي السمك، فقلت ايه اعمل الرز معاكم كده بتاع السمك، عقبال لما اقلي السمك وانا بقى ايه بعمل الرز. انا حطيت كده في الحله زيت، هقول بسم الله، وانزل ببصلايه كبيره كده او بصلتين، وهقلبهم. لازم البصله دي تحمر جامد، تحمر جامد. هاخد بقى حبة زيت عشان يبقى زي بتاع بره، زيت من بتاع السمك للرز اهو. ما شاء الله نظيف. لو عملت بقى السمك بالدقيق كده من غير ما احطه في الميه كنت تلاقي. انا قربت اخلص السمك، والزيت ما شاء الله زي ما هو اصفر وزي الفل، زي ما معايا زي الفل زي ما هو. هتاخدي منه بقى للرز ويبقى مطعم بطعم السمك اللي معاكي. اعلي بقى النار شويه، ومعايا هنا ميه انا بغليها، لازم الرز اللي هتنزلي بيه هيكون الميه بتغلي. هتشوفوا دلوقتي هحمر بقى البصله جامد ونشوف هتبقى
لونها عامل ازاي. خلاص ما شاء الله البصلة عندي خدت لون، هي لازم تبقى حمرا البصلة جامد كده. هنزل بقى هنزل بالرز. انا نزلت كده بالرز ما شاء الله لون البصلة كده جميل معايا. هو لازم البصلة تبقى محمرة جامد كده زي بتاع المحلات. هتقلبي طبعا جامد جدا في الرز لما يخروش معاكي كده. هنبتدي نحط الميه. طبعا هجيب دلوقتي ملح وكزبره وكمون للرز. انا قلبت كده شويه في طرف الرز وجبت معايا هنا كده الملح كمون كزبره وهحطهم كلهم كده على قلب بعضهم. طبعا هنا مكتره الملح عشان ايه؟ عشان احنا هنحط ميه فلازم تظبطي العقد بتاع الرز وتقلبي كويس جدا اهو. خلاص الرز اللي معايا كده خلاص انا هنزل عليه بقى بالميه. طبعا الرز بتاع السمك ما ينفعش طبعا شوربه، حتى لو عندي شوربه مش هينفع. هو خلاص انا طعمت الرز بالزيت بتاع السمك. هنزل دلوقتي بالميه، الميه السخنه بسم الله. لازم تسمعوا الطشطشه دي كده كده يبقى عندك الرز زي الفل. انا هوطي بقى كده على الرز خلاص كده، انا مش هزود له ميه تاني، هغطيه واوطي عليه ونشوفه بقى لما يستوي. بصوا ما شاء الله على لون الرز، هو خلاص كده استوى. انا هطفي عليه ونيجي بقى نقدم السمك والرز. انا ما شاء الله خلصت كده السمك، بصوا ما شاء الله مقرمش وجميل ازاي. ومعايا هنا الرز اهو والسلطه والجرجير ما شاء الله، يعني بألف هنا وشفا اهو يا حبايبي. ودلوقتي بقى هقول لكم السلام عليكم.